السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات، قناة الحكاية مع أشرف وشمس. هنعمل لفة كده في المنطقة اللي أنا ساكن فيها، والجو كان شمس وبعد كده قلب بقى شتاء. هي دي باريس والناس طبعا خارجة، فأنا قلت إيه أخرج أتمشى شوية وأتكلم معاكم. مش عايز اقول لكم بقى ايه الناس انقسمت نصين. يعني نص قال لك ان ايران اثبتت وجودها وهي الدولة الوحيدة اللي قدرت ترد على على اسرائيل يعني، والنص التاني بيقول لك ايه دي مسرحية معمولة. فانا كنت عملت لكم حلقة قبل كده وقلت لكم طبعا دي مسرحية هزيلة وكل ده بق على الفاضي، والصواريخ كانت نازله بالقصد في اماكن معينه، وصواريخ ما فيهاش كانت فيها نسب متواضعه من المتفجرات. يعني بمعنى الاصح يعني كل ده بق على الفاضي يعني. تمام، دلوقتي بقى اسرائيل هي عايزه ترد. زي ما قلت لكم قبل كده، قلت لكم هي ايه هو ايه هو لعب. والغريب بقى الاكتر بقى ايه، ان يعني هي اللي اعتدت الاول هي اسرائيل ونزلت السفاره الايرانيه اعتدت، وهي طول عمرها بتعتدي يعني، مش اول مره يعني هو الاعتداء على طول يعني على ايران يعني وعلى اي حته يعني. فالمهم ايه، قال لك انتقام ايران، ماشي ايران هتنتقم. طيب حلو، جينا نشوف انتقام ايران، طلع انتقام على المستوى يعني لعب عيال يعني، واخد بالك شويه بومب كده وبتاع، اللي هي كانت ايران دي اللي بيقول لك ان احنا هنمحي اسرائيل وهنعمل وهنسوي والحكايه وهنشيلها مع الارض والشيطان الاعظم والحوار وده كله ماشي، ورايحين هنصلي في القدس وغزه وهنحرر فلسطين، ويعني الحوار يعني احنا بنسمعه دايما كده من الجماعة الإيرانيين يعني. طيب ماشي، وفايلك القدس وفايلك ما اعرفش ايه، حلو. ان احنا بقى انا شخصيا يعني كنت متوقع بقى ان ايه، ان النطرة هتنزل صواريخ، بقى وايه، وتل ابيب دي هتبقى مولعة، ونتنياهو بقى هياخد في دماغه. فانا المهم طلع نتنياهو هو المنتصر الوحيد، والناس انشغلت وما بقناش نتكلم دلوقتي على استقاله وعلى محاكمه نتنياهو، ولا بنتكلم على اي حاجه. وجايبين لك ايه، جايبين لك ماسوره طويله كده بيقول لك ده احدى الصواريخ البالستيليه اللي جات لنا من ايران وما اعرفش ايه، وسامعين صوره الطيارات اللي ماشيه بمروحه بموتور مروحه في اجواء اسرائيل يعني، حاجات كده ايه. طب انت يا عم ادام انت ما عندكش الاستعداد انت تضرب، بتضرب ليه او بتفتح بقك ليه، بتتكلم ليه؟ طيب تمام، طب انت لو مش عايز تضرب ليه بتقول ان احنا هننتقم؟ تمام، ما فيش مشاكل. دلوقتي بقى اللي انا قلت لكم عليه، عشان تعرفوا بس ان هم بيلعبونا يعني، بيلعبوا الجمهور العربي او الشعب العربي، بيشتغلونا يعني. دلوقتي بيقول لك انتقام اسرائيل للرد. الرد لا، هو احنا مش هنخلص ولا ايه؟ هو مين المفروض يرد؟ هو لسه في رد تاني؟ يقول لك في رد، يقول لك نتنياهو طلب مين؟ وزير الدفاع يحط له خطة للرد على الهجوم الإيراني. انت يا عم في هجوم إيراني ايه؟ هو ده كان هجوم، وبعدين ده ما إيران كانت بترد على اللي انت عملته. فدلوقتي بقى اللي هيحصل ايه؟ ان اسرائيل هترد، وكمان بيقولك كمان ده بيقولك ان احنا هنرد برد يعني ما يغضبش امريكا، يعني هنرد حنين يعني. ترد حنين؟
لا يعني مش هترد جامد يعني؟ اه مش هرد جامد. طب انتوا مش هتردوا جامد ليه؟ ده انتوا بتكرهوا ايران وبتكرهوا الاسلام ومش طايقينها. مش معنى يعني المره دي يعني، ما كانت مش كنتوا بتقولوا دايما احنا سوف نهاجم المفاعل النووي منفردا؟ مش كنت بتقول ان اسرائيل هتخش لوحدها وهتوقف المشروع النووي ايا كان؟ مش معنى دلوقتي انتوا بتقولوا ان احنا مش هنرد رد جامد؟ لا، هو مش انتم مصدعين دماغنا وبتقولوا ان ايران ودولة ارهابية وايران وهند، انتوا امريكا بتقولوا كده يعني، ولازم نوقف عند حدها ولازم. طب مش معنى دلوقتي مش عايزين تردوا برد قاسي؟ يبقى في اتفاق بقى، يبقى في شغل مع بعض. لا، امال بس انتوا طالعين بتشتغلونا؟ لا، واللي يجننك اكتر بقى الايرانيين دلوقتي بقى فترة دفاع. يقولك ايه؟ يقولك اي هجوم على اراضينا سوف يكون له رد فعل رهيب. رهيب زي اللي فات يعني؟ مثلا مرعب يعني زي اللي فات اللي احنا شفناه كده يعني؟ لسه الدخان شغال لحد دلوقتي؟ لا. طب انت دلوقتي، طب وهي لما هترد عليكم بقى وضربتكم مثلا؟ لو انا عارف بقى ان هو دلوقتي هي لعبه يعني، ايه هترد برضو؟ عارف رد خفيف يعني، رد خفيف، ما هو كله هكس. طب والناس اللي بتموت في لبنان دي، في حزب الله ديت وقيادات حزب الله، هما مش دول ضدهم؟ مش دول برضو من رجالتكم يعني؟ ها، مش دول مش الرجاله بتاعتكم يعني؟ مش المفروض برضو نعمل لهم خاطر الناس اللي كل يوم وتاني بصاروخ نشنهم كده زي الحمام كده؟ فاللي انا مستغرب له ان لسه في ناس مصدقه ان في حاجه اسمها القوة الإيرانية الإسلامية العظمى اللي بتدافع عن راية القدس وبتدافع عن الإسلام. لسه برضو الناس في ناس مصدقة الموضوع ده يعني. يعني انت عندكم كل المظاهر اللي قدامك اهي اللي بتقول لكم يعني قالك ايه؟ قالك احنا هنشيلها ولا شلنا ولا نينا، هننحي اسرائيل دي مع على وش الارض ولا شيء. ويطلع لك بقى واحد ايه بقى؟ يطلع لك واحد احطل يقول لك ايه؟ يقول لك اصل إيه؟ انت بتعاتب ايران، طب ليه ما بتعاتبش على الدول الجوار بتاع اسرائيل؟ يا عم الدول الجوار ايه؟ هو احنا في غابه يا عم الحاج؟ هو احنا خناقه في شارع في قهوه؟ هو مش في حاجه اسمها ميثاق الامم المتحده وفي مجلس الامن وفي حاجه اسمها دوله وفي وفي ايه؟ هي انت فاكر نفسك خناقه في حاره؟ الموضوع مش كده يعني. وبعدين الامور بتتجاب بايه بقى؟ لا يعني انت لو اللي هو اللي بيجي يقول لك يعاتب على الدول الجوار، اللي بيعاتب على الدول الجوار، طب يا عمي ايه اللي مانع بلدك انت يا اللي مش من دول الجوار، ايه اللي مانعها ان هي تخش تاخد موقف وتعمل وتبعت يا عم صواريخ ولا تبعت فرقاطه ولا تبعت سفينه، تمام، ولا تعمل عمليه انزال بحري مثلا يعني؟ ايه المشكله يعني؟ ايه اللي منعك؟ احنا دلوقتي في العصر اللي احنا فيه دلوقتي ما بقتش في حاجه اسمها مسافات يعني. ايه الطيارات الجيل الرابع دلوقتي والجيل الخامس والصواريخ عبرة القارات، ما هي موجوده في كل حته، ايه اللي مانع؟ ولكن في نوعين من النضال العربي الشعبوي يعني. في نضال عربي شعبوي بيكون موجود على الفيسبوك، بتلاقوه مثلا ايه ناس كده معينه بقى بيخشوا ايه
يقول لك احنا هنعمل احنا ده اسمه النضال العربي الشعباوي على الفيسبوك، تمام؟ وفي ناس تانية تبص تلاقيهم يكلموا معاك مثلا ويقول لك، اللي هم الناس اللي بتفهم في السياسة يعني، وبتفهم ان في حاجة اسمها قانون، وفي حاجة اسمها ازاي ان انت تكتسب استعطاف اكبر عدد من الدول في العالم. ويكن دوت من ايجابيات 7 اكتوبر اللي انا شايفها كوجهة نظري انا، المقاومة تعتبر الانتصار الاعظم للمقاومة الفلسطينية. ونقول مثلا الثمن 35,000 شهيد فلسطيني، ان احنا عندنا دول اوروبية بدأت تعلن الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين، وده بالنسبة لي هو ده اكبر انتصار، وده بالنسبة لي هو دوت اللي فعلا هيكون حق للشهيد في فلسطين. ليه؟ لان انت لما بتتكلم على دولة زي بلجيكا، ودولة زي اسبانيا، ودولة زي النرويج، ودولة زي فنلندا، ودولة زي جنوب افريقيا، ودولة زي نيكاراغوا، ودولة زي البرازيل، تمام؟ والدول دي لو اعلنت كلها مرة واحدة الاعتراف بدولة فلسطين، انا بقول لكم ان في ناس كتير هتعلن بعد كده. طبعا اسرائيل ساعتها هتبدأ تسحب السفراء، بس دوت هياخد لوقت، وبعد كده هيكون امر واقع. وطول ما تم الاعتراف بدولة فلسطين خلاص خلصت. ليه بقى؟ لان هتبقى ليها دولة، ليها سيادة في المجلس الامن، وساعتها مش هيبقى فيه المذابح اللي احنا بنشوفها ده. اما بقى ان احنا نطلع نخش نحارب ونخش بهمجية ايا كان انتمائك، محدش يقدر يزايد على انتماء العروبة لفلسطين، ومحدش يقدر يشكك في انتماء اي عربي سواء كان من مصر او من الاردن او من لبنان او من سوريا او من الخليج، تمام، لانتمائهم للقضية الفلسطينية. طبعا مع التانيين، طبعا بقية الدول كلهم عندهم الانتماء، ما فيش حاجة، بس انا بكلمكم على اصابع الاتهام. الدول دي كلها كانت الداعم الاول والاكبر لفلسطين. بس انت النهاردة علشان الدعم المادي دي حاجة، في حاجة اسمها ما تساعدش بالجهالة، بجهل ما تساعدش العدوان الصهيوني ان هو ياخد دعم تاني بجهل منك. ايه يعني جهل منك؟ اي اعتداء عسكري عليهم بيخلي الدول الغربية والدول المتخلفة اللي احنا بنسميها مؤيدة بعامة ليهم، يعني يقولك ايه، احنا مع الدولة اللي مش عايز اقول اسمها يعني، لانها ليها حق البقاء. فانت النهاردة لما بتخش تعمل اي عمل عشوائي عنيف، سواء كان بقى تدخل عسكري من اي دولة، او هجوم زي هجوم 7 اكتوبر او اي حاجة، بيخليهم هما يطلعوا يقولك ايه، احنا معاهم وبندافع عنهم ومتكفلين بالدفاع عنهم، ومتكفلين بالدفاع عنهم، وله لان هما ليهم حق البقاء. ونرجع بقى نخش بقى في ايه، في اللي اتعمل فيهم من هتلر، ونخش في الحوارات دي كلها، ونبص لقيهم بقى ايه، بقى جي لهم دعم، وبعت لهم اسلحة، واتعمل لهم مجالس في مجلس الامن، وكل واحد يطلع يزايد ويقول لك احنا معاهم. هل هو ده الصح؟ مش هو ده الصح. يبقى انت النهاردة لما تيجي تتعامل مع العدو بتاعك،
لازم تتعامل معاه بالذكاء، تتعاملش معاه بالطريقة اللي هو عايزك تتعامل. هو عايزك ان انت تخش في حرب معاه علشان بعد كده يروح يقول للقوة العظمى الحقوني انا مضطهد، فوق مضطهد من مجموعة معينة وعايزين يشيلوني من على وش الدنيا. يوم هم كلهم امين يقولك ايه؟ يقولك من حق اسرائيل البقاء، لازم ندعمها ولازم نعمل لها. وتبص تلاقي الفرقاطات والفلوس والاموال والاسلحه الحديثه وكل هو ده اللي كان بيحصل كل مره. لكن دلوقتي اللعبه لازم تتغير، لازم تفهم النهارده هم شافوا المذابح اللي عملوها في اخواننا في فلسطين، وشافوا قد ايه ان هم شعب عنصري وشعب عنده مشاكل نفسيه، شعب قياده عندهم مذابح، بيعملوا لنا مذابح ودين، هم كلهم حقد وكراهيه بالنسبه للعرب، وموتوا اخواننا في فلسطين وذبحوهم ونزلوا عليهم البيوت عليهم. الناس كلها شافت الوضع ده، وبدا الوضع يختلف، ونظره الاوروبيين ليهم في الشعب انا بتكلم ان هي بدات تختلف، وبدا يقول لك هو في ايه؟ ايه الافتراء اللي انتوا فيه ده؟ هو ايه اللي حصل كل ده؟ عشان كده بقول لكم ان الراي العام الاوروبي بدا يتغير، وبداوا هم يتكسفوا عن نفسهم، ها، وبدات في دول بتقول لك احنا عندنا الاستعداد ان احنا نعترف بدوله فلسطين. وانا بعتبر ان هو ده الانتصار الاعظم بالنسبه لنا، هو ده الانتصار الاعظم، ان احنا نكسب ارض كنا خسرانينها، نكسب راي كنا خسرانينه، نكسب تعاطف. هم خدوا فلسطين ازاي؟ خدوا فلسطين من خلال اللي عملوا فيهم هتلر، والتعاطف اللي هم حصلوا عليه بسبب المذابح بتاعه الهولوكوست، بسبب اللي اتعمل فيهم، خدوا التعاطف بتاعهم وعايشين عليه لحد دلوقتي خالص. احنا النهارده او مش احنا، الشعب الفلسطيني وشهداء الشهداء غزة بدأ يجيب نتيجة في الرأي العام الأوروبي، وبدأ في المطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين. عرفتوا ليه؟ ان في وقت من الأوقات لازم العقل هو اللي يشتغل مش القوة. عشان تكسب حيوان مارد او تكسب حيوان شرس لازم تفكر ازاي تصطاده صح. فكرة ان انت تحاربه او تهاجمه ممكن يكون اقوى منك في الوقت الحالي. في الوقت الحالي مش هي القوية ولكن احنا الضعفاء. مش الوقت المناسب ان انت تهاجمه بطريقة عسكرية، لو ان ما بقتش دلوقتي دي بتجيب النتيجة. النتيجة دلوقتي ان انت تبينه ازاي قد ايه ان انت مش انساني. ويمكن هنا النقطة الانسانية هي هنا اللي بتبدأ ترجح فكرة قيام دولة فلسطين ان شاء الله وبإذن الله. لكن فكرة ان الدم بيجيب دم او لازم الدم من اجل التحرير لازم دم، لا، ما بقتش الوضع ده يختلف. لازم تعرفوا ان الاحتلال في كل الدول العالم يختلف حاجة عن اللي موجود. لو كانت فلسطين دولة محتلة احنا كعرب عارفينها هي محتلة، ولكن في القانون الدولي او في مجلس الامن لحد دلوقتي ما حدش اعترف بدولة فلسطين، او كمية قليلة جدا من الدول لازم تعترف بدولة فلسطين. عايزين كمية اكبر بكتير من الدول الغربية بالذات، تقريبا كل الدول العربية معترفة بدولة فلسطين. احنا عايزين دول كبيرة وليها كيان في الاتحاد الاوروبي، اسبانيا وبلجيكا والنرويج دي تعتبر من دول تقيلة، وهتجور وراها فرنسا بتشاور نفسها كمان عشان تبقوا عارفين. بس اهم حاجه ان كل ده يقوم مره واحده. ليه بقى كل ده يقوم مره واحده؟
لان رد فعل اليهود او ده رد فعل اسرائيل في حاله الاعلان عن قيام دوله فلسطين او الاعتراف بدوله فلسطين مش هيقدروا يردوا يقطعوا الناس كلها. ففكره النهارده لو دوله واحده اعلنت هيحصل بقى صحب ولوبي صهيوني في الدوله ديت، ولكن لما يكون اكتر من دوله اعلنوا الاعتراف بدوله فلسطين مش هيقدروا يعملوا حاجه. وانا شايف ان هو دوت هو ده المحور الصح اللي احنا لازم نمشي فيه، واعتقد ان السياسات الخارجيه ماشيه فيه كلها. ولكن النضال العربي الشعبوي الموجود على الفيسبوك اللي هو عباره عن سب وقصف دول الجوار والشعوب واتهام الشعوب بالخزل وبالخيانه، ويقول لك ايه؟ يقول لك انتوا محاصرين غزه. محاصرين غزه مين يا اهبل يا عبيط يا اهبل؟ انت لو تشوف 300 شاحنه غذاء بتخرج من مصر كل يوم رايحه غزه، مش شايفين الدول العربيه جميعا بدون استثناء طياراتها بتنزل في العريش علشان تدخل لاخواننا في غزه. فانت يحطل يهبل يا اللي بتقعد تسب كل الناس علشان في الاخر تقول ان احنا لو كنا جيرانهم كنا عملنا، انت ولا تقدر تعمل اي حاجه. انت اخرك بتخش على الفيسبوك باسم مستعار وبحاجه مستعار، بتحط علم فلسطين وتقعد تقول ايه اللعنه على فلان، على دوله فلان وفلان وفلان وفلان. طبعا مش عايز اقول اسماء علشان محدش يزعل من حد يعني. فالكلام دوت مش مظبوط. ده عباره عن اسمه النضال الشعبوي العربي على الفيسبوك يعني. لكن قبل ما تتهم الاخرين يعني وتقول ليه الدول ديت ما بتروحش تخش تعمل وتسوي، لا، اسال الاول دولتك الاول يا ريس، واسال جيشك الاول، واطلع كده اكتب في جريده عندك في البلد اللي انت فيها، واطلب من رئيسك، واطلب من جيشك يبعت كام صاروخ ويبعت كام طياره ويبعت كام فرقاطه وتخش تحرر غزه، وتشوف ايه اللي هيحصل. هتلاقي القلم جه على قفاك وقال لك اسكت يا حمار، ما تتكلمش كتير، انت مش فاهم اي حاجه في السياسه. السياسه الصح النهارده ان انت تطلع عدوك ان هو عدو، مش فكره ان هو كان دايما يقول لك احنا ايه، احنا ضعفاء في وسط العرب فمحتاجين المساعده. لا، احنا النهارده لازم نطلعه ان هو وسخ وان هو عدواني وان هو عمل مذابح ضد الانسانيه قدام الراي العام العالمي، علشان نجبر رؤساء الدول ديت ان هي ايه، ان هي تعترف بدوله فلسطين. هو ده الصح. اما ان احنا نحرك جيوش ونعمل عمليات، هيجي يقول لك الحقونا، شفتوا اللي اتعمل فينا في الهولوكوست واللي اتعمل فينا من هتلر العرب هيعملوه فينا تاني. لا، المرة دي مش هنقع في نفس الغلط. اشوفكم على خير وتحياتي، وكل سنة وانتم طيبين، والنصر لفلسطين ان شاء الله، والرحمة لشهداء غزة وفلسطين وكل شهداء الأمة العربية، والنصر لفلسطين قريبا ان شاء الله، قريبا ان شاء الله اعلان الاعتراف بدولة فلسطين ان شاء الله. وساعتها افتكروني وهنقول لكم هنا حق الشهداء هيرجع بفضل الشهداء وبفضل المقاومة الفلسطينية ان شاء الله. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.